الحجاب هو تاج وملك. أنا اليوم كلش فرحانة لأنه العتبة العباسية اليوم احتفلت فينا. لازم ما تنزع الحجاب ولازم تصوم وتصلي وتنصح صديقاتها. إن الإصلاح التربوي وبناء الإنسان هو هدف ورؤية العتبة العباسية المقدسة، فهذا المشهد البهيج هو جزء من نتاجات هذه الرؤية، فنحن نسعى دائماً إلى خلق أو تقديم نموذج يحتذى به في كيفية بناء إنسان واعي بتكليفه. النشاط المقام هو نشاط شعبة الخطابة الحسينية القائم على تكليف الفتيات من المدارس الحكومية، حيث بلغ آخر عدد للأخوات أو البنات الفتيات المشاركات ما يقارب 4513. حفل السنة التكليف هو يعلمنا على الحجاب والستر والأمانة وكل شيء يعلمنا، والحجاب هو أحسن شيء بسنة الحياة. هو سنة التكليف يعلمني كل شيء، يعلمني الصوم ويعلمني القراءة ويعلمني يعني أصلي ويعلمني ما أسوي الأشياء الغلط. هسه إحنا من هذا اليوم يعني معنات التكليف الصلاة والصوم ورضا الوالدين واحترام المعلمات للمعلمات دورهن جميل بالمدرسة، لأنه هن أمنا الثانية تعلمنا وتهدينا على طريق الصح. أشكر العتبة العباسية على هذه المبادرة الرائعة والجميلة لإقامة هكذا حفلات لسن التكليف ولمناسبات أخرى، أشكرهم. هذا البرنامج برنامج شيق وجيد، يحفز فتياتنا الطالبات اللي وصلن سن التكليف أنه هذا اليوم رح يكون يوم محفز إلها، أضاف أنه هذا اليوم رح يبقى ذكرى طول العمر. اهتمام العتبة لأن يكون المجتمع مجتمع هادف ومجتمع تربوي، مجتمع تعليمي، مجتمع يهدف يكون عنده هدف مستقبلي لبناء البلد. أنا اليوم كلش فرحانة لأنه العتبة العباسية اليوم احتفلت فينا، وشكرا لمعلمتي لأن علمتني على الحجاب والعباء والصوم والصلاة والعبادة بالله، وشكرا لأهلي علموني على الصلاة والصوم. شكرا إلى معلمتي وأهلي علموني على الحجاب، وشكرا على العتبة العباسية لقاء اليوم ورود الفرح.